تصريحات مثيرة للجدل لأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اللي علق في إذاعة موزايك على الانتخابات الرئاسية وعليش إلى حد الآن لم يتم الإعلان على الموعد الخاص بهذه الانتخابات. فقال إذا كان رئيس الجمهورية باش يدخل في الرزنامة الانتخابية لن تكون الانتخابات نزيهة. يقول رئيس الجمهورية ما عندوش الحق يتدخل في الرزنامة الانتخابية وغير هذا يسمى فوضى قانونية. يقول زيدا أن اللقاء يصير غير مقبول وهناك لخبطة قانونية. هذا في إشارة أو في تعليقه على عدم الإعلان عن تاريخ الانتخابات الرئاسية حسب تعبيره. أعلنت المحامية دليلة مصدق عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة أنه شقيقها جوهر بن مبارك دخل في سجن المرنقية في إضراب جوع وحشي بعد انقطاعه عن تناول الطعام والدواء وشرب الماء. تقول مصدق أنه لم نعلم بإضراب جوهر بن مبارك عن الطعام منذ انطلاقه لأننا لم نتمكن من زيارة هؤلاء الموقوفين بعد رفض مدينة ببطاقة الزيارة يوم الأربعاء بتعلة الاكتظاظ حسب تعبيرها. وأضافت شقيقة جوهر في فيديو نشرته هي على منصات التواصل الاجتماعي أن مجموعة من المحامين لم يتمكنوا منذ 9 صباحا من يوم الأربعاء من الحصول على بطاقة زيارة لما اعتبرتهم موقوفين قسريا بسجن المرنقية، قائلة أن المحامين وقفوا أمام محكمة الاستئناف لأكثر من 5 ساعات. وقالت المحامية بأنها تمكنت أخيرا من الحصول على بطاقة زيارة بعد عناء شديد بعد أن تم رفض مدهم ببطاقات الزيارة طوال الصباح. واستنكرت أن تتحول بطاقة الزيارة المستمرة في وقت سابق إلى بطاقة زيارة وقتية تسلم مرة فقط عند كل زيارة. وقالت ليست منا أن يزور المحامي منوبه ومن المشين أن تتجول فرقة مكافحة الإرهاب مع المحامين أثناء الانتظار، ونددت بما وصفتها بالاحتجاز والتنكيل وتلفيق التهم وصولا إلى منع الزيارة حسب تعبيرها. هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر أفادت بأنه أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك دخل في إضراب جوع وحشي عن الطعام والماء والدواء منذ يومين احتجاجا على استمرار احتجازه رغم تجاوز الحد الأقصى القانوني للإيقاف التحفظي. كما أشارت أيضا إلى أنه عصام الشابي قاطع الزيارة العائلية والقفة لنفس السبب، وجدت الهيئة تضامنها المطلق معهما ومع بقية المحتجزين قسريا وفق وصفها، واعتبرت أو عبرت عن مخاوفها الشديدة على صحة جوهر بن مبارك وحملت إدارة سجن المرنقية وكل المسؤولين عن عدم تفعيل السراح الوجوبي وعلى رأسهم قضاة دائرة الاتهام المتعهدة بصفة غير قانونية مسؤولية ما يتهدد حياته من مخاطر. من جانبه الحزب الجمهوري يعني هبت بيان قال إنه أمين العام عصام الشابي الموقوف في قضية التآمر أعلم زوجته التي زارته بالسجن يوم الخميس أنه قرر الدخول في إضراب جوع احتجاجا على التنكيل والاحتجاز القسري اللي يتعرض له هو وبقية رفاقه المعتقلين في القضية. واعتبر الحزب أن وزارة العدل قامت بالدوس على كل القوانين والأعراف اللي تنظم زيارات المحامين لمناوبيهم الموقوفين تحفظيا في السجن، وذلك إثر منع أعضاء هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر من زيارة مناوبيهم بعد أن امتنع منذ الأمس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس من تمكين المحامين من بطاقات زيارة بحجة وهي مفادها الاكتظاظ في السجون حسب البيان. في توضيح حول ما تم تداوله بخصوص منع التداول الإعلامي لقضية التآمر على أمن الدولة أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة أنه تم الإذن للفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بفتح بحث ضد صحفية بإذاعة إيافام خلود مبروك على خلفية تناولها مع أحد ضيوفها موضوع ختم البحث التحقيقي والإجراءات على مستوى محكمة الاستئناف بتونس في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة. زيتون أفاد بأن هذا الإجراء يأتي على خلفية مخالفة قرار منع التداول الإعلامي
اللي أصدروا قاضي التحقيق اللي كان متعهد بالموضوع، وأقر في ختم قرار البحث أنه قرار منع التداول يبقى سير المفعول إلى حين تعهد محكمة الأصل، وهو الأمر اللي ذكرت به النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في مناسبتين بتاريخ 15 و23 أبريل الحالي عبر وسائل الأعلام. بالعودة على قضية مبروك كورشيد والصحفية زادة بإذاعة يافام، نقاول نطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة أكد أنه إثارة تتبعات قضائية ضد مبروك كورشيد تم تبعا لشكايات سابقة استوجبت سيفته كمحامي أحالته للتحقيق تبعا لمقتضيات أحكام المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. وفي تصريحه أفاد زيتونة أنه يهم النيابة العمومية توضيح أنه كورشيد اصدر في حقه قرار منع مغادرة منطقة ترابية بناء على أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، وطبق القانون مدة 19 يوم من تاريخ تقديمه لشهادة طبية تجيز له راحة مدتها 20 يوم بعد استدعائه من طرف قاضي التحقيق لسماعه كذي شبهة في موضوع. وأضاف أن المعني بالتتبع لم يمتثل لذلك القرار وعليه صدر في حقه منشور تفتيش. وأكد النطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه بناء على توفر معلومات حول احتمال مغادرته التراب التونسي خلصة، تم الإذن بفتح تحقيق موضوعه تكوين وفاق بغاية مساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي خلصة ومحاولة ذلك ضد كل من سيكشف عنه البحث. وتم في هذا الإطار سماع أفراد عائلته للتحري يعني في الخصوص واستتباعه بالتفتيش والحجز لكافة الوسائل التقنية المستغلة في ذلك، وفي التواصل مع المعني بالأمر لتحديد المشتبه بهم في الجريمة. وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قال بأن الاجتماع التشاوري اللي جمع الرئيس عبد المجيد تبون ونظير التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي مؤخرا بتونس كان ناجحا وليس وليد ظروف خاصة، كما أنه ليس بديل عن اتحاد المغرب العربي. وأكد الوزير عطاف في لقاء جمعه بممثلي الصحافة الجزائرية بالجزائر العاصمة أن لقاء القادة الثلاثة بتونس ليس موجه ضد أي طرف، وأنه باب المشاورات يبقى مفتوح أمام الجميع إذا توفرت النية والإرادة السياسية. وأشار إلى أن اتحاد المغرب العربي يظل مشروع وهدف تاريخي حسب تعبيره، وهذا يعني كل في إشارة على الجدل اللي صار أو بعض التعليقات أو بعض القراءات اللي مشيوا يعلقوا على غياب المغرب وموريتانيا عن هذا الاجتماع.